هنا وراني في بلديه حيدره، تقولوا انتم حيدره حيدره، كاين اللي يشوفها حيدره حاجه واحده اخرى، يقول كاين لا ماجوريتي يقول بلي ناس هانيين كذا، ولكن في حيدره كاين مشاكل، مشكل كبير تاع اقبيه. ما عليناش بلوس دو ديتاي، دوك نسقسوا الحاج يفهمنا. الحاج، ما هو المشكل تاعكم؟ المشكل تاعنا هما حنايا دارونا، حنا كنا ما كاش عندنا سكن، هو لي كاب، رانا نسكن في لي كاب وعندنا سكن الهش، وحبينا نرحلوا في اقرب وقت لان مده من زمان حنا في حضره من السبعينات الى من القدم، من القدم، ودرنا ملفات في البلديه في كل عام، وفي كل عامين كاين ملف، ولا يمكن ناهي لا حياه لي من تنادي لا اجابه لا من المير رئيس البلديه ولا من الوالد، اي واحد نتصلوا به كمسؤول ما كاش يعني الرد الايجابي. احنا حبينا الملموس، رانا في ازمه شديده، وعندنا اطفال، ولادنا راهم في ليكاب، راهم مراد. هذه شهاده مدرسيه تاعو، اباك وقتاش باش نزيد نفهمك؟ 1954 زايد حتى 1966 يتابع دروسه. المهم فوالا، دوكا سؤالي بقى مطروح، هل الحاج هذا جديد في حيدره ولا لا؟ لا، هاي الورقه لحديد قياس. الان اني طالع عند المير تاع حيدره يعطيني بلوس دي ديتاي على الناس هذوما، ونتوك راحنا نتبعوا القضيه ونشوفوا واش كاين، نكونوا وساطه تاع خير ان شاء الله. حسب التعليمه اللي لحقتنا لانديس 2019 لاحصاء كل السكنات الهشه منها الاقبيه والاسطح والبنايات لي زابيتاسيون بريكير، دونك حنا درك اون افي لو نيسيسير، اون ا ريسونسي بلوس دو 75 فامي دون ان ديلي تري كور، واش درناه بيان سور اون ريسبكتي التعليمه تاع السيد الوالي، وبعثنا لي دوسي تاعهم الملفات تاعهم افيك دي ريبورتاج فوتو كيما اون بون دي فورم، وحطيناهم في الدائره الاداريه لبئر مراد الرئيس، اي سون ريسونسي الحمد لله رب العالمين. وباش نعطيك جواب تاع اسكو يا اون ليور ديسبوار، انا نقول تفائلوا خير تجدوه. بعدما وينشتونا في البلديه تاع حيدره، المير هضر شي هضاري، مي ولكن شخصيا ما قنعنيش المير، على بها اللي حبيت نجي نشوف بعيني حق الرد هنا في لا دايره تاع بير مولد رايس اللي تابعه للناس هادوك، واش شفتي بمولد رايس او شاهد معايا لهنايا؟ جاوا الناس هادوك كامل لهنا البيرمو، تلاقاو مع الوالي ديليغي، مع شاب دايره، مع الوالي ديليغي هنا تلاقى بهم، واش شفت باللي واش قال لي المير عليهم ما كاش منها؟ والحاجه اللي شفتها تاني كو الوالي ديليغي هنا راهو يخدم خدمه تاع البلديه ويخدم الخدمه تاع لا دايره، اي مانيش غلط؟ نعم صح. كي وقع الرونديفو بكم وبين الوالي ديليغي، الخلل وين كان؟ حنايا دوكا كي جينا هنا عند الوالي ديليغي فتحوا لنا البيبان، بدينا نفتحوا في الدواسه، لقينا كاين اللي عنده مونك دوكيمون، كاين اللي عنده كاين بزاف صوالح اللي نورمالمون البلديه تخدمهم، نورمالمون هادوما لي دوكيمون لي ناقصين لي زايدين تراتمون دي دوسي نورمالمون البلديه اللي تخدمهم. يعني البلديه ما داش تراتمون دي دوسي وكانت روطار على لي دوسي تاعكم كامل؟ ايه ابارامون كي جينا هنا لا دايره قال لك انتوما 2019 جدد. بار كونتر كاين دي بوردور وكاين دي بروف باللي حنايا قدم. دوك هذا المير بعت الدواسه تاعو في لي ديلي تاوعو، ومن بعد ما دارناش سويفي، ما دارش سويفي. واحد من الناس الدوسي تاعي حتى جيت لهنايا باش ديكوفريت بلي ما اكزيستيش. كيف ما اكزيستيش؟ ما اكزيستيش، انايا عندي دي دوكيمون يبينوا بلي الدوسي تاعي هبط، كي جيت هنايا لا دايره حوسنا لي دوسي، الدوسي تاعي ما كاش. كي عاود طلعت البلديه قال لك انت يا حق في لا دايره كي خرجوا يحوسوا عليك ما لقاوكش. الانسان اللي يخدم نقول خدم، اللي ما خدمش نقول ما خدمش. انا شفت بام عيني ا دو ريبريز مع الوالي ديليغي مع
معاكم مع الشعب يحوس في لي دوسي تاعكم. صح هذه كاينه يفركت دوسي بدوسي كاينه منها هذه صح. وما موراك جينا هنا واستقبلونا لي زاجون تاعو وخدموا معنا لي بلي نورمال دي موند. واش قال لهم الوالي ديليغي كملنا فيها؟ اي با حنا واش شفنا بعينينا وشهدت حق لا دايره تاع بين مولا درايس اي تخدم زوج خدمات، اي تخدم خدمتها واي تخدم خدمه البلديه هي والشعب. السؤال يبقى مطروح، البلديه وراهي خدمتها هذا ما كان.